السلام عليكم، معكم الحسن قدول فنان تشكيلي من مدينة بيقورا، وانا اللي رسمت الجدارية ديال ترايان، اكبر جدارية لحد الان. بالنسبة للجدارية ديال ترايان اللي رسمناها في منطقة أزرو مع جمعية العهد الجديد، طلبت منا 5 ايام. بالنسبه للوحه راه اكبر جداريه كنرسمها لحد الان وبمواصفات عاليه، من الشاحنه اللي خدمنا والصباغه، ومن ناحيه الشعور رسمتها بواحد الانيرجي وواحد الفرحه لا تصور. من ناحيه تفاعل الناس مع الجداريه، ناس أزرو، تفاعل جد زوين بزاف، كيشجعوني بزاف. وبالنسبه للشعور وانا كنرسم جداريه ترايان، التفاعل ديال ساكنه أزرو راه شي حاجه لا توصف، وكلشي كيشجعني في ديك الوقيته وكيقول لي تبارك الله عليك، وبزاف الشعارات كنسمعهم تما، وداز داكشي يا سلام وزوين. وبالنسبه للجداريه راه رسمتها تضامنا مع عائله ريان الله يرحمه مسكين، كنهديها لجميع المغاربه وعائله ريان الله يرحمه. الكواليس من ناحيه الجداريه اللي طلبت منا 5 ايام، كنا كنستغرقوا حتى 12 الليل الوحده، عاد كنساليو داكشي علاش خدات منا 5 ايام وكانت هتاخد سيمانه للفوق. ومن ناحيه الطموح ديالي في هاد المنطقه ديال بيقورا، كان خدامي على واحد البلان ديال الجداريات الكبار ان شاء الله مع جمعيه ايكولان اللي انا عضو فيها وفي منطقه بيبر. رساله كنتمنى لساكنه أزرو يحافظوا على ديك الجداريه اللي خدمناها من القلب وشي حاجه زوينه، وبالمناسبه راه يحطوا فيها الفيزان من اليوم ويزينوها باغراس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.